الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله اليوم نتابع تفسير سورة الغاشية، تفسير القرآن. وصلنا لسورة الغاشية إن شاء الله. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ الله يكلم من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له: هل أتاك حديث الغاشية؟ شو الغاشية يعني؟ الغاشية هي يوم القيامة، بس ليش اسمها الغاشية؟ مثل ما مر معنا هلا، الطامة يوم القيامة، الصاخة يوم القيامة. الطامة لأنه مصيبة كبيرة، والصاخة لأنه تسكر الأذان، ما عاد يسمع فيها، تصخ الأذان يعني تسكر الأذان. وهنا اليوم الغاشية، الغاشية يوم القيامة، يوم يغشى الناس، الله بيغطي الدنيا كلها، كل الناس مغطاة بدخان، مثل ما الله عز ذكر بسورة الدخان، يغشى الناس ذلك، أو كما قال الله عز وجل محاضرة الآية، قال عز وجل يغشى الناس دخان أو ما شابه ذلك، ماشي؟ فما الغاشية يعني؟ القيامة، الله يسأل يا سلام، أنت سمعت شيء عن يوم القيامة؟ ما أخبرت عن يوم القيامة؟ وجوه يومئذ خاشعة، يعني ناس خايفة، ناس عم تطلع هيك يعني مرعوبة. ما يا بكر؟ ركز عشان تفهم، بكر ركز معي، ما ادري شو عندي محمد. وجوه يومئذ خاشعة، يعني ناس متذللة من ذنوبها، وناس خايفة، خاشعة يعني ساكتة، هادئة، ما يعني ولا حركة، ماشي؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. هون ذاكر المفسر انه عاملة يعني الكفار بجهنم ومربطين بجنازير، بيسحبوا الجنازير، بيشتغلوا بجهنم، بيسحبوا الجنازير وراهم، لا الناس بجهنم الكفار اللي ما فينا. عاملة ناصبة يعني ناصبة متعبة، ناصبة يعني تعبانة من الشغل، ماشي؟ يعني حجر اذكر اللي عم يسحبوا الجنازير وربطوا فيها الكفار بجهنم. هم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. ايش الله قال نارا حامية؟ الله عز وجل يقول بالنار بداية شغلات القرآن الكريم واضحة، لكن زيادة توضيح، ولا هي النار بطبيعة الحال شو؟ حامية، ماشي؟ مثل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماشي؟ وما من دابة في الأرض، يعني وين بالدابة؟ بالدابة على الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه، طائر شو يطير؟ بجناحيه، إلا أمثالكم. فهيش نفس الشيء، نار حامية تسقى من عين آنية. شو تسقى يعني؟ يعني مو يشرب على كيفه، في حدا غصب عنه بيشربه بجهنم، واحد مو عطشان بيشربه غصب عنه، مي سخنة بتغلي، اللهم عافينا، فيها إناء هيك يجيب الإناء، أول ما بقرب على وجهه بيدوب وجهه، بيوقع منه على الأرض كتر مي سخنة. تخيل جايبين له علبة هيك، علبة مي عشان يشرب منها نحاس بجهنم حامية، فبقرب على وجهه هيك، كم ما يصير معه شو يصير وجهه؟ يدوب لحم وجهه، اللهم عافينا، ويوقع على الارض. فبعدين بس يشرب مي، شو بصير بطنه جوا؟ يدوب بطنه كمان كله من المي سخنه. برد الله بيعيشه مره ثانيه، ورد يشرب مره ثانيه، ورد يشرب مره ثانيه، وهيك عذاب مقيم، اللهم عافينا. تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام الا من ضريع. ضريع يعني يا اكله مثل الشوك متغصص، ضريع ياكلها واحد، حماد سمعني، ياكل واحد من الله ما عافينا الكافر، يقوم بيغص في الشوك بتعلق هون، بس واحد يغص شو بتساوي؟ يشرب مي، بده يشرب مي، من شو يشرب مي؟ شو؟ نار. تسقى من عين آنية، مي عم تغلي، الله ما عافينا، ملائكة بيعصوا المي. نعم، ماشي؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن، هذا الأكل ما بخلي الواحد يصير سمين، ناصح يعني، ما في في فائدة يعني، ولا يغني من جوع، يعني حتى واحد جوعان ما بيشبع. ما بيشبع من هذا الأكل، أكل ما بيشبع. ماشي؟ مثل مثلا البوشار افترضنا، او اخف البوشار مثل هاي يسموه غزة بنات، او اي شيء يعني اكله خفيفه ما بتشبع، ماشي؟ ما بتسمن ولا حتى بتشبع اصلا. سمعني احمد؟ اقعد منيح. لا يثمن، لا ليه الله حق الكفار؟ انا الكفار أم بس بياكلوا خنزير، ليش الله بيحطهم؟ لانه ما بقول لا اله الا الله. قول ايش؟ مو مشان الخنزير؟ نحن، لانه ما بيقول لا اله الا الله. نحن قد ما كانوا منح، بس ما بيقول لا اله الا الله. الله عز وجل قرر كل كافر،
كل منيح الله بيعطي أجاره وين؟ هون بالدنيا، خليه ينبسطوا بالدنيا، يعطي أجاره بالحياة هاي، لأنه بالآخرة ليس لهم شيء، ليس لهم إلا النار، شو؟ هيك الله عز وجل قال، ماشي؟ ليس لهم بالآخرة إلا النار، بس اللي بيعمل شغلات منيحة كافر مثلا، ساعد فقراء، شو أنا بكافئه؟ بكافئهم بالدنيا. بكافئه بيعطي مصاري، بيعطي بيوت، يعطي بسط، يعطي راحة بال، يعطي أولاد، يعطي زوجة، يعطي كل شيء بده إياه. بس شو الآخرة؟ ليس لهم إلا نار فقط. ونحن إن شاء الله والله يا رب ثبتنا وفوق أهل الجنة. المهم لا يسمنوا هذا ضريع، شو اسمه الضريع؟ شوك، شو الضريع؟ شوك ماشي؟ يفسد بجنم. لا يسمنوا ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ لا هو غيره. وجوه يومئذ عليها خبرة ناعمة. وجوه حلوة هناك يعني جميلة المسلمين. هلا عم نحكي عن المسلمين، خلصنا الكفار هلا. هلا عم نحكي شو؟ عن المسلمين. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. يعني الإنسان وجوه حلو مبسوط، وكم هو مبسوط إنه كان بالدنيا مسلم. شو اللي سعيها راضية؟ يعني مبسوط للي سعاله بالدنيا، شو اشتغل بالدنيا هو سعيد مبسوط إنه هو كان اشتغل هيك. لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. شو لاغية يعني؟ من اللغو، واللغو الكلام الفارغ، ما من فائدة. كل شيء كلام فارغ مثل مسلسلات وأغاني وكلام ألعاب وشغلات فاضية، هذا كل اسمه لغو. شو اسمه هذا؟ يعني جنة بس درجات؟ إيه بس إيه درجات. شو درجات؟ بقول بس نطلع يعني مثل هذا هيك محوصين يعني بغرفة واحدة. لا. نطلع على الدرج، نطلع على الدرج، نطلع على الدرج. لا. درجات يعني في درجة هون جنة كبيرة كبيرة، بعدين في درجة أكبر منها جنة كبيرة كبيرة. أنت إذا كان أول درجة الكفار يعني على النار، ثاني درجة في 20 جنة على النار، ثالث درجة، أربع درجة، خامس درجة. بس مو درجة قد هاي الدرجة يعني، درجة يعني كبيرة قد تكون أرضية 20 مرة كل درجة. هاي دنيا بس شوف فوق بعض هيك يعني، يعني درجات فوق بعض. جنات فوق بعض؟ أيوة جنات فوق بعض يعني، وجهنم دركات تحت. إيه أبي جهنم تحت. جهنم فوق. جهنم مرة ثانية، بعدين جنة، سبع جنات، سبع جهنمات، بعدين في عندك جنات الله أعلم، يا أربعة يا ثمانية يا الله أعلم. إذا أسلمنا ورحنا عند الجنة نرجع نفوت على النار سوينا شيء منيح بالجنة؟ لا بالنا خلاص ما عاد بس ما في كل شيء منيح بالجنة إن شاء الله. المهم وجوه يومئذ أم يعني الجنة أكبر من من النار؟ إيه وجوه الله أعلم جوز تكون النار أكبر ما بعرف. كتير. نار أكبر شان يعني تسع كفار أكثر من صح يعني. المهم وجوه يومئذ ناعمة يعني حلوة لسعيها راضية يعني مبسوطة أن كانوا بالدنيا مسلمين راضيين في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ما في حق فاضي بالجنة فيها عين جارية. شو يعني جارية يعني؟ يعني مي عين مي عم تمشي فيها نهر هيك. موسى بس كل شيء انبياء بتمشي عادي بجنة؟ بشوف انه في انبياء بس الصرافيل ينفخوا بالبوخ. تعرف نعرف الانبياء ما بنعرفها. بدي احكي بس الصرافيل ينفخوا بالبوخ هو بموت؟ الله بيقول له موت، الله بيقول له ملك الموت، موت الاسرافيل كمان بقول لك بيموت اسرافيل وموتنا كلنا طبعا. بعدين بيقول له يا ملك الموت مين ضل في عايش؟ يقول له يا رب ما ضل في غير انا عايش عبدك. يقول له موت حالك. بيموت حاله. بعدين مين بضل؟ بضل الموت. بعدين الله بيجيب الموت بيسوي مثل الكبش وبيموته كمان. شو الموت؟ الموت يعني هو الموت، الموت الانسان. المهم فيها عين بعدين شلون الله بده يفيقنا؟ بعدين بده قلنا قوموا مرة ثانية فيق اسرافيل اول شيء بيعطي له بيقول له مسك البوق تبعك انفخ نفخة البوق بيفخ نفخة ثانية بيقوم كلياتنا عاد على حساب عند رب العالمين. هم يفوت اسرافيل على الجنة؟ اسرافيل ملائكة بابا ملائكة يجوز ما يفوت على الجنة الجنة البني ادمين. المهم ماشي وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين فينا نطلع من الجنة لا فيها عين جارية بالجنة.
شو عن الجاري محمدنا؟ نبعث مي مع نهر. ما في أرض مشان نلعب. بلا. شو في 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 فيها عين جارية. شو عن الجارية بكراني؟ يعني مية عين، يعني عين نبع مي نبع ماء. ماشي؟ فيها عين جارية. فيها سرور تخوت يعني. مرفوعة وأكواب. فيها سرور مرفوعة. طلع شو تخت حمد فيها سرور مرفوعة وأكواب. إذا أنتوا تختيات يعني يصير كبير بس ايه. واحد. لو أنت عندك اسم مرفوع مرفوع على الأرض شوي تختك. إيه بس إذا أنتوا تقولي سرور معناتها. مم فيها سرور مرفوعة وأكواب. موضوعة يعني هيك محطوطة وأكواب موضوعة ونمارق. نمارق يعني سجادات. شو نمارق يعني؟ سجادات. شو نمارق؟ هاي الكارب تسمون هاي. فيها فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. زرابي سجادات كمان. أكواب موضوعة نعم والنمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. النمارق المخدات متك عليها. النمارق المخدات والزرابية هي اسمها زربية. هاي اسمها زربية هي. ايه ماشي. فيها عين جارية ماشي. شوف عندي كمان فيها عين جارية. أبك أحفظ أبكر فيها عين جارية. الغرفة أحلى ثم ما بحب الغرفة. يلا فيها عين جارية فيها سرر محمد. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله عز وجل يقول ما بتطلع على الجمل شلون خلق. الجمل كبير عظيم. الجمل عند الحيط. الجمل شو الله خلقه عن جد؟ إيه لكن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. أدنيك كيف رفعت ماشي. عندك الجمل إذا أعد هلا يكون يعشف نص عند نص الشباك. لا أعلم الشباك هدي شوي ماشي. مهم فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موضوعة وأنا أبكر إذا أعد جاي وأنا ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف شو الإبل يعني؟ الجمل. الجمل واحد. المجموع الجمال شو اسمهم؟ إبل. شو اسمهم؟ إبل ماشي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ثواني وإلى السماء شو تمك وإلى السماء. خلينا نخلص بعدين نسأل. هيك أسئلة كثير عم تضيع الوقت. إذا قعد الجمل هلا يعني طول قد نص إذا قعد هون هيك نص شباك. إيه إذا قعد واحد. يلا خلينا نسمع. لا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ما في عواميد. شايفين عواميد السماء بده شيء. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض وإلى الجبال عفوا بعد السماء تحتنا وإلى الجبال كيف نصبت يعني وقفت وإلى الجبال كيف وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت. بعدين شو قلنا يعني إذا نحن طلعنا على الجبل وبيت زينب بالرسل عند الجبل وإذا نحن طلعنا على الجبل نشوف الحيوانات. المهم ماشي. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر شو فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم شو يعني لست عليهم يعني الله بقول له السلام إنه أنت ما فيك تلزم الناس ماشي لأنه يكونوا مؤمنين. أنت فقط عليك تذكرهم تذكير يعني أنت ما لك سيطرة على قلبه. لو كان له سيطرة على جسده يعني بس ما له سيطرة على قلبه فما بيخلي يصير إنسان مؤمن غصبا عنه. الإنسان ما يصير مؤمن غير بكيفه فلاي لأنه الإيمان وين إيمان مكانه؟ بكر وين مكان الإيمان؟ وين مكان إيمان محمد؟ إذا كنت أمك وبك مكان إيمان؟ فوق بالقلب فوق بالقلب الإيمان. وين الإيمان؟ هو أي إيمان
الايمان يعني الانسان بصير مؤمن، يعني شو يصير مؤمن؟ يكون قلبه مؤمن، مو هيك؟ فوين الايمان بكون؟ القلب، ماشي؟ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. شو يعني الا من تولى وكفر؟ الله عم يقول فذكر يعني اللي بده يستاهل ذكره، اما الذي تولى عنك خلص تركه. اللي ما بده يسمع هذا الكلام، الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر. ان الينا ايابهم، شو ايابهم يعني؟ رجعه، رجع يرجعون عنا يعني، مو كنا راجعين عند رب العالمين؟ ان الينا ايابهم. شو يا بكر؟ ان الينا شو؟ إلينا يا عبو رب العالمين، إلينا لعنا يعني، إن إلينا راجعين كلاتنا لعندي يا عبو رب العالمين، إن إلينا ثم إن علينا أنا بنحاسبهم يعني يا عبو رب العالمين. يعني الله بيقول عليه السلام إنسان كافر ولطنش وما بيعبد الله تركه ويدروح بالأخير، وقد ما دار بالدنيا يدروح على القبر، من القبر وين يرجع عند رب العالمين، بعدين أنا بحاسبه يعني. ما يدروح على القبر؟ ها؟ الشيطان بيتحاسب. كل ما راح حتى إذا كان عود الشيطان بيتحاسب، لكن كل شنو ندور على النار. ماشي يلا، مين يعرف يقرا لي هلا هاي سورة؟ الشيطان ما بيتحاسب بل حط النار لانه خلص كافر هو. يلا كافر كافر يلا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا اقرا شيء لحالكم. هل اتاك حديث الغاشيه؟ هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ حماد. بابا دشر ناعمه. بابا دشر شنو اول؟ خليك معي شوي. وجوه يومئذ نايمة. أصبر شوي. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. طلع علي. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع. شو يعني ضريع؟ ليس لهم طعام إلا من ضريع. شو الضريع؟ شوك. شو الضريع؟ شو الضنين؟ ما معنى ضنين؟ ليس على الغيب بضنين. الآية تكوير، سورة تكوير. بخيل. ماشي هون، خلينا هون هلا. ماشي. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام إلا من ضريع. شو الضريع يعني؟ ضريع. هلا ترى هي بلحظة ضريع. ضريع اللي ياكلوه جنم. شوك. ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن. يا ما خلوها تصير ناصح ولا يغني من جوع. يعني ما يشبع. ما بخلوها تصير شبعان يعني. ماشي. لا يسمن ولا يغني من جوع. هلا هيك خلصوا من الكفار؟ ايه. يلا بلش بالسمين. وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها فيها عين فيها سرر وأكواب ونمارق وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل وإلى السماء وإلى الجبال نصبت وإلى الأرض فذكر لست عليهم لست لست عليهم إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم شو إيابهم يعني الرجعة لعنا يعني رجعتهم لوين لعنا إن
إلينا شو؟ إيابهم رجوعهم يعني عنا. ثم إن علينا حسابهم. مين حفظها؟ أو جزء منها؟ حفظها بكر جبنا؟ شوي. هذا شوف بكر يعجبنا بكر شجاع. شوي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك؟ هل أتاكم؟ أتاك. أتاك. الله عم يقول النبي هل أتاك حديث الغا؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه. وجوه يومئذ. غا. غا. شي. عاملة. عاملة. نا. نا. صيبة. هذا كافي، نحفظها بعدين إن شاء الله. أرزي خير.